السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زميلكم احمد عصام من الفرقه الرابعه. ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن الهيستولوجي وفي الماماري جلاندز. موضوع الماماري جلاندز على فكره موضوع سهل وبسيط، ما فيهوش معلومات كتير، والمعلومات حتى اللي موجوده فيه انت ممكن لو قراتها مع نفسك تلاقي نفسك فاهمها، او يعني حتى لو قلناها لك دلوقتي كده هتلاقي نفسك بتفهمها بسرعه وبسهوله، يعني مش هتاخد وقت ان شاء الله ولا مجهود في الموضوع، وما ناخدش وقت باذن الله. يلا نبدا. وقبل ما نبدا تعالوا نقول الدعاء ده: اللهم ارزقني قوه الحفظ وسرعه الفهم وصفاء الذهن، اللهم الهمني الصواب في الجواب، وبلغني اعلى المراتب في الدين والدنيا والاخره، واحفظني واصلحني واصلح بي الامه، اللهم امين. يلا نبدا يا شباب. نتكلم عن الماماري جلاندز. اول ما حد بيقول قدامي كلمه جلاند، الصراحه الواحد بيبدا يسال نفسه كام سؤال كده، مش عارف انتوا بتسالوا نفسكم برضو ولا لا. يعني مثلا هل سالت نفسك الجلاند دي بتسكريت ايه؟ اي جلاند هتسكريت حاجه، هو سؤال عبيط. بتسكريت ميلك، الماماري جلاند زي ما احنا عارفين هتسكريت الميلك. طيب سالت نفسك مثلا نوعها ايه الجلاند؟ يعني ايه نوعها ايه؟ يعني هي مثلا اندوكراين ولا اكزوكراين ولا ميكسد؟ طيب هو اصلا ايه الفرق ما بين الاندوكراين والاكزوكراين؟ الاندوكراين ما كانتش بتحتاج لدكت سيستم، لكن الاكزوكراين بتحتاج لدكت سيستم. تفرز الميلك هتفرزه جوه دكت، جوه دكت سيستم، برانشنج دكت سيستم كمان. فالماماري جلاند هي عباره عن اكزوكراين جلاند لانها بتحتاج لدكت سيستم. طيب هل سالت نفسك برضك هي سيمبل ولا كومباوند؟ يعني ايه سيمبل ويعني ايه كومباوند؟ احنا قلنا انها في ضغط، احنا كنا بنقسم الجلاندات اما سيمبل او كومباوند. السيمبل اما ما فيش ضغط اصلا، او في ضغط بس الضغط بسيط، فكنت بقول عليه سيمبل. او ما في ضغط بس الضغط متفرعه او برانشنج، فكنت بقول عليها كومباوند. فالمامري جلاند هي كومباوند لانها هي عباره عن برانشنج ضغط، بتبقى احتوى على برانشنج ضغط سيستم. فالمامري جلاند بير من الكومباوند جلاند. لقيته برضه بيقول ان فيها تيوبلو الفيولار جلاند. يعني ايه الكلام ده؟ احنا برضه لما كنت بتكلم عن السيمبل وعرفت انواعه وفي كومباوند مش مهم يعني، والكومباوند كان نوعين، كان في كومباوند تيوبلر وكومباوند الفيولار. وكان في نوع بيجمع الاثنين اللي هو الكومباوند تيوبلو الفيولار. التيوبلر ده كان يعني التيوبلر كان بتبقى الضغط على شكل تيوب، والالفيولار كانت بتبقى مدوره شويه او اسينر، لكن الكومباوند تيوبلو الفيولار كان بيجمع ما بين الاثنين. فالمامري جلاند هي بير من الكومباوند تيوبلو الفيولار جلاند. من كل الكلام ده انا مش عايزك تعرف ان المامري جلاند هي عباره عن بير من الكومباوند تيوبلو الفيولار جلاند. كنت بس بحاول افهمك جت ازاي عشان تبقى فاكرها بس. بعد كده تعالوا بقى نتكلم ايه سريعا كده. سيبك لو ماسك بتتابعني من اي حاجه، سيبها دلوقتي وتابعني بس كده في ركز بس مع الفيديو. هنقول بس شويه حاجات بسيطه كده وحاجات هتلاقي نفسك برضك عارف منها. يعني اول حاجه مثلا لو افترضت ان ده كله ده البريست او ده الماماري جلاند، فهقول لك ان في البدايه بيبقى في كفر بالسكين، ادي حاجه بسيطه يعني. بيقول لي بيبقى في حاجه بروجيكشن كده بيبقى طالع من النص، دي حاجه اسمها النبل، اعتقد كلنا عارفين حاجه زي كده. بيبقى في برضه بيجمنتد اريا حوالين النبل اللي هي الاريولا. كل ده كلام سهل وبسيط. ولو شلت الكلام ده بلاقي تحت فيه فات او كونكتيف تيشو، انا يعني البريست عباره عن فات. بعد كده بقى تعالى نشوف الاستراكشر نفسه. ايه اللي شدني مثلا اول ما شفت النص اللي هو مش يعني شلنا منه السكين والحاجات دي؟ هلاقيه مثلا متقسم. اول حاجه ان هو متقسم كده، يعني مثلا متقسم اهو، متقسم اهو، دي حاجه يعني متقسم. تمام يا شباب؟ طب هو متقسم ايه؟ متقسم لوب، يعني ده لوب، كل ده كده ايه، كل ده لوب، واللي جنبه لوب واللي جنبه لوب وهكذا. ايه اللي بيقسمه اللوب؟ سبته او فاصل، حاجز. الحاجز ده بسميه سسبنسوري ليجامنت، او بسميه دينس كونكتيف تيشو، ما علينا مش مهم الاسم دلوقتي، هنقوله كذا مره كتير دلوقتي. انا عايزك بس تعرف انها متقسمه للوب. كام لوب؟ من 15 ل 20 او من 15 ل 25 لوب. جميل. وكل لوب متقسم سسبنسوري ليجامنت ما بين اللوبيولز، يعني في سسبنسوري ليجامنت او ليجامنت اوف كوبر او نينس كونكتيف تيشو، هنعرف الاسماء دي كمان شويه. طيب وبيقول ان كل لوب متقسم لعدد من اللوبيولز اللي هي ليه؟ يبقى انا عرفت ان اللوب بيتقسم كمان للوبيول، وكمان في حاجه ما بين اللوب واللوب مثلا زي هنا كده، زي هنا كده، اللي هي الايه؟ فات تيشو. يعني بيقول ان ممكن يكون في فات كمان ما بين اللوبيول. طيب هيلفت نظري حاجه كمان اللي هي دي، اللي هي دي يا شباب. ايه دي؟ ايه دي؟ انا شايف ان كل لوب جواه حاجه كده. ايه الحاجه دي؟ هي حاجه واحده فعلا. الحاجه دي لاكتيفرز دكت. ده الحاجه دي هي ايه؟ لاكتيفرز دكت. الدكت انا كنت بتكلم من شويه انها اكزوكراين جلاند، ففي دكتس. الدكت هنا يا شباب بسميها لاكتيفرز دكت. يعني ايه لاكتيفرز دكت؟ لاكتي يعني ملك او لبن، فرس يعني مكونه او مصنعه او ناقله او محتويه زي ما تحب، دكت يعني قناه. يبقى لاكت فرس دكت هنا فرس هنعتبرها بمعنى حامله لانها مش قناه هي بس بتحمل الملك. فاللاكت فرس دكت هي القنوات الحامله للبن. تمام.
يبقى انا عندي عرفت ان في سكن، عرفت ان في نبل، عرفت ان في اريولا، عرفت ان الميموري جلاند متقسمه من 15 ل 25 لوب، متقسمه بحاجه اسمها سسبنتوري ليجامنت او دينس كونكتيف تيشو سيبتا. عرفت ان اللوب متقسم للوبيولز، عرفت ان ما بين اللوبيولز ممكن الاقي فات تيشو، عرفت ان في حاجه اسمها اللاكتيفرس داكت، الداكت اللي هتشيل الميلك عشان تروح لحد فين تطلع الميلك، هتطلعه من النبل. يبقى الداكت دي بسميها ايه؟ بسميها لاكتيفرس داكت. طيب عايزك تعرف برضو حاجه كمان، ان كل لوب جواه واحده بس لاكتيفرس داكت، فبالتالي انا كنت بقول لك من 15 ل 25 لوبيول، فبالتالي يبقى في كام داكت؟ برضو من 15 ل 25 لوبيول. قلت لك ان اللوبيول بيروح يفتح فين؟ بيروح يفتح في النبل عن طريق اوبن، فكل واحده بتفتح باوبن، فيبقى كام عندي؟ كام اوبننج جوه النبل؟ برضو من 15 ل 25. بس قبل ما اللاكتيفرس داكت بتروح تفتح في النبل، تعالى على الرسمه اللي على اليمين، هقول لك ان اللاكتيفرس داكت، اللاكتيفرس داكت ماشيه اهي، بتيجي هنا كده ويحصل لها دايلاتيشن كده، تتخن شويه، يبقى بتيجي في الاخر كده وايه، وتتخن قبل ما تفتح في النبل. حاجه اسمها لاكتيفرس ساينس. تمام. يبقى انا عندي لاكتيفرس، بدات من اللاكتيفرس داكت، وسعت شويه قبل النبل، بقت لاكتيفرس ساينس، بعد كده تروح تفتح في النبل باوبننج. تعالى بقى ناخد الكلام ده بكلام بقى، يعني تعالى ناخد الكلام اللي احنا قلناه على الصوره ده ونشوف ايه اللي مكتوب عندك في المحاضره. بيقول لي اتش ميموري جلاند بتتكون من 15 ل 25 لوب. تمام يا عم. بيقول ان كل لوب بيسيباريت عن بعضه بدنس كونكتيف تيشو. عايزك تعرف بس وتاكد على كلمه دنس دي، ليه اشمعنى دنس يعني؟ لان انا عندي في المحاضره ثلاث انواع من الكونكتيف تيشو. ادي اول نوع خدناه اللي هو الدنس كونكتيف تيشو، فخليك فاكره عشان لما نيجي نقول النوعين التانيين هنرجع نقوله تاني. اند ماتش اديبوز تيشو، ان احنا الفات التيشو اللي كنت بتكلمك عنه. يبقى انا عندي 15 ل 25 لوب متقسمين بدنس كونكتيف تيشو، هو اللي مقسمهم ل 15 ل 25 لوب، واللي كنت بسميه سسبنسوري ليجامنت او كنت بسميه ليجامنت اوف كوبر. وبيقول ان كل لوب بيكون فيه ايه؟ لاكتيفرس داكت اللي اتكلمنا عليه، وقلنا انها قبل ما بتروح تفتح في النبل، قلنا ان هم اصلا في الاول عددهم برده كان من 15 ل 25 زي اللوب، وبتروح تفتح في النبل برده ب 15 ل 25 اوبننج. هيبدا يكلمني عن الضغط، بيقول ان كل ضغط بتبقى من 2 ل 4.5 سم في الطول بتاعها، وكمان يعني الضغط دي بتروح ناحيه النبل، وتروح تفتح في النبل من 15 ل 25 ايه؟ من 15 ل 25 اوبننج. كل اوبن بتبقى نص ملي متر في الدايمتر بتاعها، يبقى الاوبننج بتبقى قد ايه؟ الاوبننج بتبقى نص ملي متر في الدايمتر بتاعها. وبيقول لي برده ان الماماري جلاند الكاف تبقى كفرد بسكين واديبوز كونكتيف تيشو. اعتقد كل الكلام ده ايه؟ سهل وبديهي يعني، وقلناه من شويه يعني. بعد كده بقى يبدا يكلمني عن الهيستولوجيكال ستراكشر. الهيستولوجيكال ستراكشر بتاع الماماري جلاند بيقول لي ان هو بيختلف. يعني اما كنت باجي اشرح لك مثلا اي جلاند كنت ايه، هقول لك مثلا جلاند تتكون من ستروما وبارينكما وكذا 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 وخلاص الموضوع خلص. لكن هنا لا، انا هقولهم لك مره وهرجع اقولهم لك في حته ثانيه مره ثانيه ومره ثالثه، بس ما كلهم يا عم ماماري جلاند عمال تقولها كذا مره ليه؟ لانها تختلف. هتختلف ليه؟ هتختلف من السكس، لان في الميل غير الفيميل. ايه ده، هو في ميل اصلا؟ ايوه، في الماماري جلاند بتبقى موجوده في الميل، ده ات بيرث الميل والفيميل الماماري جلاند بتبقى ذا سيم، يعني نفس الماماري نفس كل حاجه، لكن الفيميل بتبدا تختلف مع الوقت بسبب بقى الهرمونز، وبيحصل ديفلوبمنت للبريست والماماري جلاند وهكذا، والسكريشن والميلك والكلام ده كله. على حسب الايدج، مثلا هي قبل البيوبرتي ولا بعد البيوبرتي، مثلا بعد البيوبرتي طب في بريجنسي ولاكتيشن ولا مفيش، وهكذا. السنايل خالص في الاخر بقى اللي هو الشيخوخه، وكمان برضك في الفيسيوليكال تشينجز والهرمونات زي ما احنا قلنا. يبقى احنا هنقسمها لايه؟ هنقسمها قبل البيوبرتي في الفيميل، وبعد البيوبرتي. قبل البيوبرتي وهنعرف هي ايه. بعد البيبرتي بقسمها برضك لحاجتين كمان. ايه الحاجتين؟ ادلت نان بريجننت، يعني هي يعني ادلت، بس ادلت اللي هي بعد البيبرتي بس مش بريجننت، ولاكتيتنج ماماري جلاند اللي هي بقى لاكتيشن، بقى هي بريجننت وكمان في لاكتيشن بسميها لاكتيتنج، والادلت نان بريجننت بسميها ريستنج ماماري جلاند. يبقى عندي في ريستنج ماماري جلاند واللاكتيتنج ماماري جلاند. هبدا اتكلم عن كل حاجه من دول، وهنبدا بالبيفور بيبرتي. قبل البيبرتي الموضوع بيكون بسيط خالص، وزي ما احنا اتكلمنا من شويه ما بيبقاش فيه اصلا غير حاجتين اتنين، يعني الموضوع بسيط، بيبقى فيه مثلا اللوب، لوبيولز، اللوب فيه شويه لاكتيفرس داكت، لاكتيفرس داكت فيها عندي فيه لاكتيفرس ساينس، يروح يفتحوا في النبل. الموضوع سيمبل خالص وما فيهوش اي تعقيدات، ده قبل البيبرتي. طيب اثناء البيبرتي بقى، مش قبل ولا بقى، اثناء البيبرتي، ديورنج البيبرتي، في شويه تغيرات كده بيحصلوا مهم ان احنا نعرفهم، وحاجات هتلاقي نفسك عارفها. مثلا بيقول لك البريست انكريز ان سايز، تمام، وبيقول لي بيحصل ديفلوبمنت للبرومننت نبل، بيبدا النبل بتبدا تظهر، وبيحصل انكريز في الجروس والبرانشنج،
بتاع اللاكتيفرس داكت. احنا كان عندنا فيه لاكتيفرس داكت داكت سيستم من شويه، او الانابيب دي، الانابيب دي هتبدا تكبر وتبدا تتفرع اكتر واكتر اثناء البيوبرتي. طيب ايه اللي هيسبب ان البريست يكبر في الحجم؟ احنا عارفين البريست ده عباره عن ايه، تيشو، يعني اديبوس تيشو كونكتيف تيشو. الاديبوس تيشو كونكتيف تيشو هيبداوا يحصل لهم اكيوميليشن مع الوقت، فيبدا البريست يكبر. وكذلك بيقول لي ان في انكريس في الجروس والبرانشنج بتاع اللاكتيفرس داكت. ايه المسؤول عنه بقى؟ يبقى الانكريز بتاع الجروس والبرانشنج بتاع اللاكتيفرس داكت مسؤول عنه الاستروجين. يبقى الموضوع ده مهم يا شباب، وسؤال ام سي كيو، ايه المسؤول عن الانكريز الجروس والبرانشنج التفرعات بتاع اللاكتيفرس داكت؟ دي هي الاوفيريان استروجين. وقلنا ان المسؤول عن البريست انلارجمنت اثناء البيوبرتي هو الاكيوميليشن بتاع الاديبوس تيشو والكونكتيف تيشو. وده كان بالنسبه للبيفور بيوبرتي. تعالى بقى نتكلم عن الافتر بيوبرتي. وزي ما قلنا انها بتتقسم للادلت نون بريجننت، يعني هي ادلت عاده البيوبرتي بس هي نون بريجننت، اللي بسميها ريستنج ماموري جلاند واللاكتيتنج ماموري جلاند، اللي هي بقى في لاكتيشن وكان في بريجننسي وفي لاكتيشن. تعالى نبدا بالريستنج ماموري جلاند اللي هي الادلت نون بريجننت فيميل ان اكتيف. يعني ايه ان اكتيف؟ مفيش، مش محتاج ميلك، مفيش سكريشن للميلك، فبالتالي هتلاقي التركيب بتاعها يعني شغال على الجزء ده. يعني ايه؟ يعني مفيش الخلايا اللي هتفرز الميلك، فاهمني؟ طيب لما كنت بتكلم عن اي جلاند كنت بتكلم ان الجلاند بتتكون من استروما وبارينكيما. كنت برضك لما باجي اتكلم عن اي استروما كنت بقول انها بتتكون من ايه؟ ثلاث حاجات. يعني انا دايما كنت يعني هي كبسول وسبتا والكونكتيف تيشو، كنت دايما بشبهها بحاجه كده اللي هو الهيكل بتاع البيت، اللي هو الكفر، اللي هو الكبسول او السقف بتاع البيت. لو نازل منه العمدان او مش نازل منه عمدان مجازا، يعني ان السبتا بتكون نازله من الكبسول عشان تقسم الشقه ديت يعني الاوض مختلفه، والارضيه اللي هي بتبقى عباره عن كونكتيف تيشو. هيبقى في اختلاف بس في الريستنج ماموري جلاند. والبارين كمان برضك اللي كنت دايما بتكلم عنها ان هي الخلايا اللي هتعمل الفانكشن. طيب هنا احنا قلنا هي ان اكتيف اصلا، فما فيش فانكشن، ما فيش اللي هو سكريتنج ميلك، فبالتالي البارين كمان مش هيبقى فيها السكريتنج ايبيثيليوم اللي هو في الماماري جلاند اللي هو بسميه الالفيولاي. فهنا مش هيبقى في عندي الفيولاي، وده اللي هيفرق ما بين الريستنج ماماري جلاند واللاكتيتنج ماماري جلاند. تعالى بس نبدا كده في الريستنج ماماري جلاند ونبدا نتكلم عن الاستروما. قلنا الاستروما بتكون من ثلاث حاجات، بس اول حاجه هتختلف زي ما قلت لك ان مفيش هنا كبسول. لكن ليه مفيش كبسول؟ لان اصلا الماماري جلاند بتبقى كفرد بسكين، البريست كفرد بسكين، فانا مش محتاج الكبسول في حاجه، فاهمني؟ فالاستروما بتبقى كفرد بايه؟ كفرد بسكين. تاني حاجه هتكلم عنها هي السبتا. زي ما كنت بقول لك من شويه ان الماماري جلاند بتتقسم من 15 ل 25 لوب. كنت بقول لك ان ايه اللي بيقسمها؟ قلت لك سسبنسور ليجامنت، قلت لك كوبر ليجامنت، وقلت لك دنس كونكتيف تيشو ليجامنت. يعني هو نفس الكلام ده، دي السبتا، دي اول سبتا عندي، بس هديها اسم تاني من الوصف بتاعها. مش الموضوع مش صعب ومش هخترع خالص، لا هوصف. هو يعني مثلا موصف حاجه بين، في الهيستولوجي بقول كلمه انتر، انتر يعني بين، تمام؟ وهي بتبقى يعني السته دي هتبقى ما بين ايه عشان تقسم اللوب؟ هتبقى ما بين اللوب واللوب اللي جنبه واللوب اللي جنبه، فهي ما بين اللوبس، تمام؟ فبسميها انتر لوبر. يعني ايه انتر لوبر؟ سته، هي السته يعني ده لوب اهو، تمام؟ وده لوب. السته بقى اللي هي يعني اللي موجوده ما بينهم الاثنين دي اللي بسميها الكوبرز او السسبنسوري ليجامنت، او بسميها الانتر لوبر سته. بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن قلنا من شويه سك دنس كونكتيف تيشو، عباره عن سسبنسوري ليجامنت اوف كوبر، بتقسم الجلاند من 15 ل 20 او من 15 ل 25 ايه لوبس. تاني نوع عندي من السبته زي ما كنا بنقول ان اللوب بيتقسم للوبيولز صغيره جوه، تمام؟ طيب اللوبيولز الصغيره دي بيكون برده ما بينها سبته، ما بينها فواصل، تعالى برضك نسميها تبع الاسم، هي ما بين يعني انتر واللوبيولز لوبيولر. يبقى هي الانتر لوبيولر سبته. تاني نوع من السبته عندي هي برده في كونكتيف تيشو فايبرس تيشو، بتقسم اللوبس للوبيولز. يبقى الموضوع مش اختراع خالص، موضوع السته ده بسيط خالص ومجرد بتوصف مش اكتر. يبقى قلنا السكين هو الكفر، على فكره هو سن السكين، طبعا زي ما احنا عارفين في الابيسيليا في الهيستولوجي ستراتيفايز سكويماز كراتينايز ابيسيليا، هو سن سكين. السته بتبقى عندي انتر لوبر سته وانتر لوبولر سته، وعرفنا سميناهم ازاي وعرفنا دي بتفصل ما بين ايه ودي بتفصل ما بين ايه. ثالث حاجه في مكونات الاستروما هي الكونكتيف تيشو، واللي بقسمها وقلنا زي ما كنت بشرح في البدايه، وقلت لك ان انا عندي في الماماري جلاند ثلاث انواع من الدنس او من الكونكتيف تيشو. كان بدايتهم اللي انا اتكلمت عليه اللي كان بيكون السسبنسوري ليجامنت اللي هو كان الدنس كونكتيف تيشو. تعالى شوف مثلا في الرسمه دي، لو افترضت ان ده لوب كده وده لوب وده لوب، كل لوب زي ما احنا عارفين بيتكون من عدد من اللوبيولز،
زي ما قدامنا كده برضو. تمام، كنت بقول ان اللي بيقسم اللوب هي من 15 ل 20 لوب، اللي هي السنسبنسوري ليجامنت او الدنس كونكتيف تيشو. يبقى اول نوع عندي اللي انا اتكلمت عليه اللي هو الدنس كونكتيف تيشو، اللي هو بيكون ما بين ايه؟ اللي هيكون ما بين اللوب واللوب واللوب، ده دنس كونكتيف تيشو. طيب تاني نوع عندي اللي هيكون ما بين بقى اللوبيولز نفسها، يبقى اللوبيولز اللي هي جوه دي برضك ما بينها سيبتا زي ما كنت بقول من شويه، اللي هي بتبقى انتر لوبيولار سيبتا. الانتر لوبيولار سيبتا دي برضك بتكون لوز كونكتيف تيشو، يبقى ده تاني نوع عندي. يبقى اول نوع اللي هو دنس كونكتيف تيشو كان موجود ما بين اللوبس نفسها، لكن اللوز كونكتيف تيشو موجود ما بين اللوبيولز، بيكون السيبتا اللي ما بين الايه اللوبيولز. تالت نوع عندي اللي هو الاديبوز كونكتيف تيشو، والاديبوز كونكتيف تيشو بيكون موجود في الاثنين، موجود في السيبتا بتاعه الانترلوبر والانترلوبيولر. تمام، يبقى انا دلوقتي عندي كام نوع؟ عندي ثلاث انواع، الدنس كونكتيف تيشو واللوز كونكتيف تيشو والاديبوز كونكتيف تيشو. بيقول لي بقى معلومه كده عن اللوز كونكتيف تيشو، ان هو بيحتوي على فايبروبلاست مايكروفاج وليمفوسايت وبلازما سيل. فايبروبلاست مايكروفاج ليمفوسايت بلازما سيل. طيب لو بسالني هنا هيسالني عن البلازما سيل، مش هيسالني عن اللي فوق دول، لان دي اهم حاجه وتميز الماماري جلاند. طب اشمعنى البلازما سيل؟ هقول لك في السلايد الجاي. لان البلازما سيل قبل البريجنسي، او مش قبل البريجنسي، في نهايه البريجنسي اند اوف البريجنسي، بتبدا تزيد، بيزيد عددها بطريقه كبيره جدا، وبيبقى زياده ملحوظه. طب ليه؟ تمهيدا عشان تبدا تفرز اميونو جلوبيولين اي. يبقى البلازما سيل هي المسؤوله عن افراز الاميونو جلوبيولين اي. اميونو جلوبيولين اي، طب ليه اميونو جلوبيولين اي قبل الولاده في نهايه البريجنسي؟ علشان يبقى يروح للطفل او يروح للبيبي ويعمل له باسيف اميونيتي. طبعا زي ما احنا عارفين ان الملك بتاع الام بيكون فيه اميونيتي للطفل، الاميونيتي دي بتكون عن طريق الاميونو جلوبيولين اي، باسيف اميونيتي من الام للطفل، وده بيكون مسؤول عنه البلازما سيل. يبقى البلازما سيل في نهايه البريجننسي وقبل الدليفري بتبدا تزيد في العدد جدا، وبيبدا تفرز اميونو جلوبيولين اي اللي هتبدا تعمل باسيف اميونيتي للطفل. كده احنا اتكلمنا عن الاستروما. تعال نقول الاستروما سريعا قبل ما ندخل في البريك. يبقى الاستروما اتكلمنا عن في سكن، في سيبتا، في كونكتيف تيشو. اتكلمنا في السكن ان هو عباره عن سن وبيبقى استراتيفايد سكويماس كراتينايزد ايبيثيليوم، وبعد كده قلت السيبتا عرفت ان هم نوعين عندي، في انتر لوبر سيبتا وانتر لوبيولار سيبتا. انتر لوبر بتقسم الجلاند ليه من 15 ل 20 لوب، وسميتها سسبنسوري ليجامنت او كوبر ليجامنت. والانتر لوبيولار سيبتا بتقسم اللوب للوبيولز. بعد كده الكونكتيف تيشو عندي اديبوز كونكتيف تيشو واللوز كونكتيف تيشو والدنس كونكتيف تيشو، وعرفنا كل واحد فيهم بيكون موجود فين. واتكلمنا عن البلازما سيل واهميتها، وانها بتكون في نهايه البريجننسي وبتطلع لي الاميونو جلوبولين اي عشان يعمل لي باسيف اميونيتي يروح للطفل. بعد كده هتكلم عن البارينكيما. كنت دايما لما بتكلم عن البارينكيما بتكلم عن ايه؟ هتكلم عن مثلا الابيثيليال سيلز اللي هتبدا تعمل الفانكشن، بس انا هنا بتكلم في ريستنج ماماري جلاند. بفكرك تاني، انا مش محتاج ميلك سكريشن او ابيثيليال سيلز، فاهمني؟ امال ايه؟ انا مش هيبقى عندي الفيولار. الميلك سكريشن او الابيثيليال سيل سكريشن دي هي اسمها الالفيولار. انا مش هحتاج الفيولار، امال هيكون عندي ايه؟ هيكون عندي بس داكت سيستم. ليه داكت سيستم؟ تمهيدا بقى لما يكون عندي ميلك، فانا ببدا اعمل الانابيب قبل الالفيولار، فالداكت سيستم هو اللي هيتكون في البدايه. وعلى فكره الفولاي هتتكون منه كمان بعد كده، وهنعرف كمان شويه. يبقى الداكت سيستم هو اللي هيتكون في البدايه. طب انا لو افترضت في الصوره اللي قدامي دي ان ده كله لوب واحد، ودي بيتكون من عدد من اللوبيولز اهو، ده لوبيول وده لوبيول وده لوبيول وهكذا. تمام، الضغط بتبدا منين او بتبدا تاخد الملك منين؟ بتبدا تاخد من مش من اللوب، لا من اللوبيول من جوه. بيبدا الضغط، اول ضغط عندي هي جوه اللوبيول، ده جوه اللوبيول. طب تعال نسميها كده، احنا كنا من شويه بنسمي السبتة وقلت لك انها ما بين، وقلت لك كلمه بين يعني انتر، هنا جوه يعني انترا. يبقى لما اجي اسمي الضغط اسميها انترا، وهي جوه ايه؟ جوه اللوبيول. يبقى انترا لوبيولار ضغط. يبقى اول ضغط او بدايه الضغط سيستم جوه اللوبيول، وبسميها انترا لوبيولار ضغط. تاني حاجه برضو هيبقى في هنا جوه خلي فاكر جوه، انترا لوبيولار هنا ضغط وهنا ضغط، كل ضغط هتطلع تصب بره اللوبيول ما بين اللوبيولز وبعضها.
بين اللوبيول وبعضها يعني انتر لوبيولار دكت. يبقى تاني حاجه الانترا لوبيولار هتصب في الانتر لوبيولار دكت، وتيجي الانتر لوبيولار دي كلها تتجمع، كل واحده تصب في مين لاكتيفيرس دكت. هيصبوا في ايه؟ اللاكتيفيرس دكت او المين لاكتيفيرس دكت. وزي ما قلنا اللاكتيفيرس دكت بيروح يصبوا هيفتحوا في النبل. نفترض ان هنا النبل، نعلم من الرسمه، كنا بنقول قبل النبل بيكون فيه دايلاتيشن، كنت سميته ايه؟ سميناه الساينس، لاكتيفيرس ساينس. يبقى انا بدات انترا لوبيولار دكت، بعد كده انتر لوبيولار دكت، بعد كده المين لاكتيفيرس دكت، بعد كده اللاكتيفيرس ساينس، بعد كده هيروح فين؟ هيروح للنبل. دي الدكت سيستم اللي انا عايزك تتكلم عنه. هنبدا بقى نتكلم عن كل واحد فيهم بس مش بتفصيل ولا حاجه، ده انا بس هقول لك الابيثيليوم لحد ما هروح لايه؟ للنبل اللي هي كفرد بسكن. طيب اي ابيثيليوم ربنا خلقه بيكون في تدريج كده لحد ما بيوصل للسكن اللي هو استراتيفاد سكويمس ابيثيليوم. فانا هبدا اخد التدريج من البدايه خالص من جوه اللوبيول لحد ما اطلع خالص على السكن. تفتكر هيبقى نفس الابيثيليوم؟ اكيد مختلف. يعني مثلا جوه اللوبيول انا محتاج ابيثيليوم صغير بسبب الزحمه جوه والضغط في مكان صغير، فانا هبدا جوه الانترا لوبيولار دكت بابيثيليوم اللي هو السيمبل كيوبيدال، بسيط بقى لسه بسيط خالص. سيمبل كيوبيدال ايه؟ سيمبل كيوبيدال ابيثيليوم جوه الانترا لوبيولار جوه اللوبيول. بعد كده لما بطلع بره اللوبيول شويه وابدا اشم نفسي فهيبدا يطول شويه ويبقى سيمبل كولامينار ابيثيليوم. يبقى انا بدات سيمبل كيوبيدال، بعد كده خرجت ما بين اللوبيولز انتر لوبيولار، بقى عندي السيمبل كولامينار. بعد كده هدخل على ايه؟ بعد كده انا هدخل على المين لاكتيفرس دكت، او بيقول لي في الانتر لوبيولار دكت بالدرين بسنجل لاكتيفرس دكت اللي هي المين لاكتيفرس دكت. هبدا ادخل بقى في المين لاكتيفرس دكت. بما ان اللاكتيفرس دكت طويله شويه فمش هتبقى كلها نفس الابيثيليوم، لا هي هتبقى فيها ترانزيشن، فيها انتقال من نوع ابيثيليوم لنوع ابيثيليوم اخر، كل ده في طول الدكت. يعني الدكت موجود اهي، بدايتها فيها نوع ابيثيليوم، في النهايه هيكون في عندي نوع ابيثيليوم ثاني، حصل ترانزيشن او حصل يعني انتقال من ايبيثيليوم لايبيثيليوم تاني. يبقى في البدايه كان عندي سودو ستراتيفايد كولامينر في البدايه بتاعه الضغط، لكن لما اجي في النهايه يبقى ستراتيفايد كولامينر. يبقى انا بدات بسيمبل كيوبيدا، بعد كده انتقلت لسيمبل كولامينر، بعد كده سودو ستراتيفايد كولامينر، بعد كده ستراتيفايد كولامينر او كيوبيدا. بيقول لي معلومه احنا عارفينها، النير الاوبننج بتاع النبل بيبقى في عندي لاكتيفرس ضغط بالدايليت عشان تكون لاكتيفرس ساينس. تعالى بقى ناخد اللاكتيفرس ساينس اللي هو اخر مرحله قبل ما خلاص هوصل لايه؟ قبل ما خلاص هوصل للنبل. اللاكتيفرس ساينس احنا يعني كنا بنقول ان عندي مشوار لاكتيفرس دكت بدات بسودو ستراتيفايد كولامينر وانتهت بستراتيفايد كولامينر. هاجي بقى اتكلم في اللاكتيفرس ساينس، اللاكتيفرس ساينس برضه هيبقى برضك فيه جزء من الستراتيفايد كولامينر والجزء الاخير اللي هو خلاص بقى ناحيه النبل. خلاص انا وصلت ناحيه النبل جنب السكن، هياخد نفس الابيثيليوم بتاع السكن اللي هو ستراتيفايد سكويماس كراتينايزد ابيثيليوم. ستراتيفايد سكويماس كراتينايزد ايه؟ ابيثيليوم. وعندي حاجه اسمها الماي ابيثيليال سيل بتبقى موجوده ما بين الابيثيليوم ده كله والبيزا اللامينا، بيبقى ليها وظيفه كونتراكشن كده انها عشان تمشي ايه؟ تمشي الميلك ده جوه الدكتس. يبقى تعالى تاني نشوف الدكت سيستم. اتكلمنا عن بدانا بالانترا لوبيولار دكت، بعد كده انتقلنا للانتر لوبيولار، بدات بسيمبل كيوبيدال، بعد كده سيمبل كولامينر، بعد كده رحت للميل لاكتيفرس دكت اللي هتبدا في بدايتها سودو ستراتيفايد كولامينر لحد ما تروح لستراتيفايد كولامينر في النهايه، بعد كده هتروح عند اللاكتيفرس دكت ساينس اللي هتفتح في النهايه خالص بستراتيفايد سكويماس كراتينايزد ايبيثيليوم. وكده تبقى ايه؟ اتكلمنا عن الستروما والبارينكما بتاع الريستنج ماماري جلاند. بعد كده هيبدا يديك شويه ملحوظات عندك كده، هم انت هتلاقي نفسك عارفهم فعشان كده مش هناخد وقت فيهم كتير ان شاء الله. بيقول لك في البيبرتي اللاكتيفرس دكت بروليفريت وبتزيد في السايز، احنا قلنا الكلام ده والنمبر، بيبقى عندي مور اديبوس كونكتيف تيشو اكيوميليشن، سهل الكلام سهل. تعالى بقى بيقول لي ان النبل، هيقول لي عليها شويه اربع حاجات كده هتلاقي نفسك برضك عارفهم حاجات. يعني مثلا بيقول لك انها كونيكال بروجيكشن بيبقى طالع من الماماري جلاند، تمام. بيقول انها بتتكون من 15 ل 20 لاكتيفرس دكت، ما احنا عارفين انها بتتكون من 15 ل 20 لاكتيفرس دكت اللي هيبقوا لاكتيفرس ساينس، ويجي يفتحوا فيها ب 15 برضه ل 20 لاكتيفرس اوبننج، وكمان عارفين ان الاوبننج الدايمتر بتاعها كام؟ نص مليمتر دايمتر، تمام. حاجه بقى ثانيه برضه هنعرفها ان بيقول النبل ممكن تبقى بينك، ممكن تبقى لايت براون، ممكن تبقى دارك. كلام سهل، ممكن تبقى دارك ايه؟ دارك براون. بيقول لي انها بتبقى كفر بايه؟ تبقى كفرد بالابيثيليوم بتاع السكن، النبل هتبقى كفر بالابيثيليوم اللي هو بالسكن اللي جنبها اللي هو ستراتيفايد سكويماس كيراتونايزد ابيثيليوم، ستراتيفايد سكويماس كيراتونايزد ايه؟ كيراتونايزد ابيثيليوم. وبعد كده برضه هيديني شويه حاجات كده عن الاريولا، حاجات برضه سهله وبسيطه. بيقول لي ان الاريولا دي هي ايه يا شباب؟ احنا طبعا كنا عارفينها بيجمنتد سكن،
اللي بيبقى حوالين النبل. يعني الموضوع سهل خالص، دي الاريو بيجمنتد سكين حوالين النبل. بيقول ان الكالر بتاع الاريولا دي بقى معلومه ممكن مهمه شويه، ان الكالر بتاع الاريولا ده بيحصل له داركنس وقت البريجنانسي. طب اشمعنى وقت البريجنانسي؟ لان بيحصل اكيوميليشن لماده الميلانين، لوكال اكيوميليشن في منطقه الاريولا هيسبب لي داركنس للاريولا دي وقت البريجنانسي. طيب هل هتفضل دارك ده على طول؟ لا، هي دارك بسبب الميلانين، فبعد الدليفري بعد الولاده هتبدا تبقى لايتر تاني، لان الميلانين خلاص ما بقاش اكيوميليشن مش موجود، فهتبدا ترجع تاني تبقى فاتحه. بس خد بالك هي مش هترجع زي ما كانت، هي ريرلي خالص انها ترجع للاوريجينال بتاعها، هي هترجع بس مش هترجع للاصل بتاعها، هتبدا افتح برضو بس مش فاتحه خالص. بعد كده هيبدا يكلمني عن حاجه اسمها المونتجومري. المونتجومريز جلاند دي احنا زي ما احنا عارفين ان الماماري جلاند بتتكون بيبقى فيها ايه، جلاندات تانيه اللي هي السويت جلاندز والسبيشواز جلاندز، دول بيفتحوا في السكين بتاع الماماري جلاند او بتاع البريست. في بقى نوع من السويت جلاندز هيحصل له موديفايد شويه تعديلات كده وهيبقى اسمه مونتجومري جلاندز. الجلاندز دي هي عباره عن موديفايد سويت جلاندز بتبقى موجوده بس في المنطقه بتاعه الاريولا، يبقى مهم انك تعرفها برضو عشان لو سالك تبقى عارف المونت جومري جلاندز بتبقى ايه، بتبقى عباره عن موديفايد سويت جلاندز ولا سويسواس جلاندز. سويت جلاندز بتبقى موجوده فين؟ في منطقه الاريولا. وعلى عكس كده بقى في الباقي بيبقى موجود سويت عادي، وسبيشواس جلاندز تبقى موجوده فين؟ في السكين بريفري لايه؟ للاريولا. بس دي شويه معلومات كده عن النبل والاريولا مهم ان احنا نعرفهم سريعا. بعد كده هيبدا بقى يكلمني، انا كده خدت الافتر بيبرتي ريستنج مامري جلاند، هبدا بقى اكلمك على اللاكتيتنج مامري جلاند. هيبدا يحصل شويه تغيرات بس مش التغيرات الكبيره، بس هيبدا ايه اهم تغير؟ ان انا عايز اعمل ميلك، ان انا محتاج ايبيثيليال سكريشن اللي هو احنا قلنا ان اسمه ايه الالفيولاي، وده اهم فرق ما بين الريستنج والمامري جلاند واللاكتيتنج مامري جلاند، ان كان الريستنج او النون بريجننت دي ما كانش فيها الفيولاي، لكن اللاكتيتنج هنا هيبقى فيه الفيولاي. فتعالى كده نشوف ان اللاكتيتنج مامري جلاند بقت اكتف. كنت بكلمك من شويه ان هناك في البارينكيما كانت بس عباره عن دكت سيستم بس، يعني ضغطات انابيب انا بجهزها عشان استقبل بقى ايه الحاجه اللي لسه هتجيب لي الميه. فبيقول لي ان انا كنت ببدا منين الضغط سيستم؟ كنت ببداه من جوه اللوبيول، تمام؟ اقول لك انترا لوبيولر جوه اللوبيول، وكان كيوبيدال ايبيثيليوم حتى، فكنت ببداه من جوه خالص. ده التيرمينال بارت بتاع ايه؟ بتاع الضغط. بيقول لي بقى ان في اللاكتيتنج مامري جلاند التيرمينال بارت ده هيحصل فيه برانشنج كده، هيكبر او بادنج مثلا هيبدا يكبر، او هيحصل فيه تعديل وهيكبر وجروس، وهيكون لي حاجه اسمها الفيولاي. هيكون الايه؟ هتتكون بقى ايه الالفيولاي اهي اللي هيبقى فيها الايبيثيليوم اللي هيبقى مسؤول عن افراز الملك، تمام يا شباب؟ يبقى في التيرمينال بارت بتاع الدكتس هيحصل فيها برانشنج وجروس، وكمان هيتكون الالفيولاي. بعد كده بقى هيبدا يقول لي ان يعني البارينك ما كانت هناك بيقارن لي بقى البارينك ما كانت هناك بتتكون من دكتس بس، هنا البارينك ما تكون من دكتس وايه؟ والفيولاي اللي هتفرز الميك. تعال بقى نشوف الكلام ده اهو. بصوا يا شباب، مثلا لو الخط الازرق ده فاصل ما بين حاجه فوق وحاجه تحت، وقلت لك ان دي الالفيولاي، دي شكل الالفيولاي اهي، تفتكر بقى اللي فوق ده هو اللي ما فيهوش الفيولاي واللي تحت فيه الفيولاي؟ اللي فوق بقى سميه ايه واللي تحت سميه ايه؟ ممتازين. يبقى اللي فوق نان لاكتيتنج او ريستنج ماماري جلاند، واللي تحت اللاكتيتنج ماماري جلاند. فيها ايه؟ تحت الالفيولاي، فوق مفيش الالفيولاي. طب الالفيولاي طلعت فين؟ في نهايه ايه؟ في نهايه الضغطات اللي كانت عندي، طلع لي حاجه اسمها الالفيولاي، فالالفيولاي هتاخد مكان، فبالتالي هيبدا يقل، هتبدا تقل عندي كميه الاديبوس كونكتيف تيشو او الاديبوس تيشو اللي موجوده، هتقل شويه الكونكتيف تيشو، هيقل شويه السبت، هتقل شويه عشان الالفيولاي اللي طلع، لكن الكونكتيف تيشو كل حاجه ايه؟ نفس الكلام اللي اتكلمناه في الريستنج يعني. فيقول لي مثلا احنا قلنا ان الالفيولاي كان جوه ايه؟ جوه اللوبيول، من نهايه من جوه ايه؟ جوه اللوبيول هيتكون عندي اكسكريتوري الفيولا، تمام؟ بيقول لي برده هيكون موجود عندي برده بعض الانترا لوبيولار داكتس، تمام؟ وقلنا بردك ان اللوز كونكتيف تيشو عادي موجود في الباك جراوند بتاع اللوب واللوبيولز، عادي جدا مفيش اختلاف. بيقول لي ان البوس انترا لوبيولار وانتر لوبيولار، انترا وانتر لوبيولار كونكتيف تيشو هيقلوا شويه، هيقلوا ليه يا شباب؟ زي ما قلت لك كده بقى الالفيولاي اتكونت، فيبدا بقى ايه الكونكتيف تيشو يبدا يقل شويه. الالفيولاي دي عباره عن ايه؟ عباره عن سفريكال كوليكشن، يبقى عباره عن تجمعات دائريه كده من ايه؟ من الايبيثيليال سيلز. ايه الايبيثيليال سيلز؟ اللي هتبقى بقى
الاكتيف ميلك سيكريتنج ستراكشر، يعني الالفيولاي هي اللي هتبقى الاكتيف ميلك سيكريتنج ستراكشر، اللي هيتكون من ايبيثيال سيلز اللي هي جت لفت حوالين بعضها او في شكل سفيريكال كده، تجمعات في شكل تجمعات دائريه عشان تكون لي الالفيولاي دي، اللي هتبقى تستخدم في عمليه ايه؟ في عمليه اللاكتيشن. بيقول لي بقى ان في حاجتين يعني عايزك تعرفهم كده، حاجه اسمها الفات دروبلت وحاجه اسمها السكريتوري فاكيولز. طيب دول بيكونوا موجودين في عمل في موضوع اللاكتيشن والالفيولاي، بيكونوا موجودين فين في الالفيولاي؟ انا لو قلت لك مثلا الفيولاي اهي بتبقى متحاطه بابيثيليال سيلز اللي كنت بكلمك عليها من شويه، فلو خدت سيلز من دول فيها سيتوبلازم، لو جيت تشوف السيتوبلازم بتاعها هتلاقي في الايبيكال بارت بتاعه، الايبيكال بارت سيتوبلازم، ايبيكال سيتوبلازم، الايبيكال سيتوبلازم، السيتوبلازم موجود في الايبيكال بارت بتاع الالفيولار سيلز دي، هلاقي عندي فات دروبلت وهلاقي عندي سكريتوري فاكيولز. طب ايه لازمتهم يا عم؟ بيبقى حاجه كده اللي هو بقى ايه، هتبدا تكون ميلك بروتينز وهكذا. تمام، المهم انك تعرف ان في حاجه اسمها فات دروبلت وحاجه اسمها سكريتوري فاكيولز بيبقوا موجودين في الايبيكال سيتوبلازم بتاع الالفيولار سيلز، مش عايزك تعرف اكتر من كده. طيب تفتكر دول اثناء اللاكتيشن هيزيدوا ولا يقلوا؟ الحاجات اللي انا بس بستخدمها في اللاكتيشن اكيد هتزيد، فبقول النمبر بتاع السكريتوري فاكيولز ده والفات دروبلت هيزيدوا في اثناء عمليه ايه؟ اللاكتيشن. بيقول لي بقى بعد كده ان الالفيولار الالفيولاي في حاله الريستنج او في حاله اكتف. يعني ايه ريستنج؟ ريستنج هتبقى امتي، في عندي عندي الفيولاي اتكونت بس لسه مش جواها ميلك، فهي امتي اليومينا. طيب لا هي مش جواها ميلك، يعني انا عندي مثلا تخيل كده، تخيل كده في دماغك ان هي الخليه اهيت وجدار بتاعها الايبيثيليوم بس لسه مش جواها ميلك فاضيه، فالايبيثيليوم عنده الفرصه ان هو يكبر عادي، فهتلاقي الايبيثيليوم بتاعها طول كل لامينار ايبيثيليوم، يبقى هي ايه؟ السيلز ارك طول كل لامينار. لكن لما تبقى اكتف وتبقى فيلد مليانه بسكريشن وميلك، الايبيثيليوم هيبقى طويل زي ما هو ولا الايبيثيليوم بقى هيبقى لو كل لامينار؟ هيبقى ايه؟ لو كل لامينار، هيبدا يبقى قليل شويه عشان تبدا تتملي او فيلد بالسكريشن. يبقى الالفيولاي ممكن تكون ريستنج وممكن تكون اكتف. ريستنج بتبقى فاضيه والايبيثيليوم او السيلز بتاعتها بتبقى طول كل لامينار، لكن الاكتف بتبقى بقى بدات تتملت بالميلك وفي السكريشن والايبيثيليوم او السيلز بتبقى لو كل لامينار او كيوبيتا. تمام يا شباب؟ تمام. وعلى فكره هتبقى ايزينوفيليك اللي هي الاكتيف، اما تبقى فيها ميلك هتبقى بان ايزينوفيليك حمراء. بيقول لي حاجه كمان معلومه، بيقول لي ان بصوا يا شباب احنا كنا في البدايه قلنا ان الجلاند او الماميري جلاند اكزوكراين، الاكزوكراين جلاند بيبقى فيهم ثلاث انواع كده، حاجه يعني حاجه اسمها الابوكراين والميروكراين وحاجه اسمها الهولوكراين. مش مهم، انا مش عايز ادخلك في تفاصيل بس عايزك تعرف ان الاكزوكراين بتبقى فيها ثلاث انواع، كل نوع بيبقى مسؤول عن حاجه. فهنا مثلا السكريشن بتاع الليبيد هيبقى مسؤول عنه جزء الابوكراين، فيبقى الابوكراين مود او الابوكراين تايم. طيب السكريشن بتاع البروتين هيبقى مسؤول عنه الميروكراين، فمهم الناس انك تعرف ده عشان الام سي كيو. يبقى الليبيد بالجزء الابوكراين لكن البروتين جزء ميروكراين. تمام، وهيبدا بقى يقول لي كلام برضه متعاد اهو، بيقول ان الماماري داكتس بتبقى فيه سمول داكتس واللارج داكتس، زي ما كنا بنقول السمول داكتس اللي هو جوه اللوبيول سيمبل كيوبيدا، لكن لارج شويه ما طلعت بره بقت سيمبل كولامينر. كلام معادي يعني برضه نفس الكلام يعني اللي في الريستنج، يعني ما اختلفناه. المايوبيثيليال سيل بتبقى ايه؟ بتبقى موجوده في الوول وفي الماماري داكتس، كلام برضك معادي. يبقى هنا الماماري داكتس هناك كنا خدناهم وعرفنا الايبيثيليال بتاعه، هنا الماماري داكتس قال اما سمول داكتس او لارج داكتس، السمول داكتس سيمبل كوبيدال واللارج داكتس سيمبل كولام. تعالوا بقى نقول سريعا كده تاني اللاكتيتنج، نقول سريعا اللاكتيتنج قلنا انها بتبقى فين؟ بيبقى يتكون ايه المميز؟ الالفيولاي بتتكون فين؟ في التيرمينال بارت بتاع الداكتس، يبدا يحصل برانشنج وتزيد في الجروث بتاعه، والبارينكما كده بقت داكت والفيولاي، وعرفنا الفرق ما بينهم في الصوره دي. وبدا يقول ان في حاجه اسمها الاكسكريتوري الفيولاي جوه اللوبيول، كله كلام سهل. وعرفت ان الانترلوبيولر والانترلوبيولر انترلوبيولر والانترلوبيولر كونكتيف تيشو بيقل في الاماونت بتاعه عشان تكون الالفيولاي، وعرفت ان الالفيولاي عباره عن ابسيليال سيلز اتجمعت بقى في شكل دائري كده اللي هي تبدا بقى تشتغل وتفرز لي الميلك، فهي الاكتيف ميلك سكريتنج ستراكشر في اللاكتيشن. وعرفت ان في عندي حاجه اسمها الفات دروبلت والسكريتوري فاكيولز بيكونوا موجودين في الايبيكال سيتوبلازم بتاع الالفيولار سيلز وبيزيدوا في عمليه اللاكتيشن. وعرفت ان الفولاي ممكن تبقى ريستنج او اكتف. ريستنج تبقى ايمتي اليومينا لسه ما فيهاش ميلك والسيلز بتاعها طول كل لامينر، لكن الاكتف بتبقى لوكال لامينر وبقى فيها مليانه بالسكريشن والميلك وبيبان ايزينوفيليك.
وعرفت ان الليبيدز بتبقى المسؤوله عنها جزء الابوكراين، والبروتين المسؤول عنها هو الجزء الميروكراين. وعرفت ان الماماري داكتس في اللاكتيتنج بقت الماماري سمول داكتس او سيمبل كولامينر، او لارج داكتس سيمبل سيمبل كوبيدال، او لارج سيمبل كولامينر. تعالوا بقى نتكلم عن حاجه اسمها البوست لاكتيشن ريجريشن. يعني ايه؟ يعني خلاص بقى انا خلصت عمليه الرضاعه، وقفت الرضاعه، وقفت البريست فيدنج، وعملت الفطام، يعني الطفل خلاص بقى مفطوم، ما بقاش فيه ملك، فبالتالي الوظيفه هتبدا، يعني خلاص ما بقاش فيه وظيفه، ما بقتش محتاج الملك في حاجه. فكل الالفيولاي اللي اتكونت، او معظم الالفيولات اللي اتكونت نتيجه ديورنج البريجنسي، اثناء فتره البريجنسي، هيحصل لها ديجنريشن وهتموت، ويحصل لها عمليه ابوبتوز. يبقى الالفيولاي هيحصل لها ديجنريشن عن طريق ايه؟ ابوبتوزس، وتموت. وكمان يعني الموضوع الموت ده او الديجنريشن ده هيشمل كل الخلايا بقى، يعني كله هيموت عن طريق مثلا ان هيحصل حاجه زي مثلا زي الاوتوفاج ابزوربشن، يعني امتصاص ذاتي كده للحاجات اللي هي الكومبوننت والحاجات اللي انا مش محتاجها، والديد سيل برضو والديربس والحاجات اللي انا مش محتاجها دي كلها هتريموف بايه؟ بالماكروفاج. اخر حاجه بقى السينايل انفوليشن اوف ذا بريست، يعني مثلا خلاص بقى انا عديت المينوبوز، يعني اللي هو سن الياس خلاص وصلت له، وبعده كمان هيحصل انفوليوشن، يعني كل حاجه هترجع بقى، هيحصل ايه؟ اتروفي وريدكشن، يعني كل حاجه هتبدا تقل في الحجم وتبدا يحصل فيها اتروفي. انفوليوشن للماماري جلاند هتبقى كاركترايزد بايه؟ ريدكشن في السايز، واتروفي. اتروفي ايه؟ اتروفي كل حاجه بقى، السكريتوري بارتس والاكستنت بتاع الاكستنت بتاعها والداكتس، كل حاجه ايه هتبدا يحصل لها انفوليوشن، وهتبدا تقل وتبدا يحصل ريدكشن في السايز، ويحصل اتروفيك تشينجز في الكونكتيف تيشو كمان. بس ده كان اخر حاجه عايز اكلمك فيه. بعد كده بقى يعني مثلا ده مثلا مراجعه سريعه كده ما بين اللي خدناه النهارده، الريستنج ماماري جلاند اهم حاجه واللاكتيتنج ماماري جلاند. عرفت ان الريستنج كانت ان اكتف واللاكتيتنج اكتف، واتكلمنا في الاستروما اللي كانت سكن وسبتا وكونكتيف تيشو، تقريبا هي هيها في اللاكتيتنج. بس يعني مثلا ممكن تقول في اللاكتيتنج لو هقول حاجه مثلا، فتقول مثلا ان الانترلوبولر والانترلوبولر هيبداوا الكونكتيف تيشو تبدا تقل في الاماونت. اهم حاجه تعرفها في البارينكيما ان البارينكيما في الريستنج ماماري جلاند بتبقى داكت سيستم اونلي، مفيش الفيولاي لان مش محتاجها، هي ان اكتف. لكن في اللاكتيتنج ماماري جلاند بيبقى في داكت وبيبقى في الفيولاي. بعد ما خلصنا نقول مع بعض برضو الدعاء دوت، اللهم اني استودعك ما قرات وما حفظت وما تعلمت، فرده عند حاجتي الي، انك على كل شيء قدير. شكرا لكم يا شباب، واتمنى تكونوا استفدتم. شكرا جدا وبالتوفيق.